مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقة اليوم خاصة بعقلنا استعمال أسمدة في الإنتاج الفلاحي. فالدور اللي كتقوم به العناصر الغذائية داخل النباتات كيبين الأهمية والكيفية اللي كتكاثر بها هاد العناصر على النبات، وكتوضح النمو أعراض نقصها، وكذلك المشاكل الناتجة عن الزيادة والخصاص ديال العناصر المغذية والعضوية. والعقلنة استعمال أسمدة لابد معرفة مصادر العناصر الغذائية والدور اللي كتلعبها وأهميتها داخل النباتات وأعراض نقصها وتيسيرها بالتربة وفي المجموع الخضري. وهنا لازم قبل بداية أي برنامج للتغذية من القيام بالتحاليل ديال التربة لمعرفة الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ديال التربة، وكذلك تحاليل ديال الأوراق للتمكن من تحديد الخصائص من بعض العناصر المعدنية المهمة والخاصة بكل نوع من النباتات والأشجار. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، كل نبات كيحتاج العناصر الأساسية بكمية مثلى لإعطاء نمو سليم، ولهذا فالتوازن النسبي بين عديد من هذه العناصر عنده تأثير وأهمية حيوية في حياة النبات. فالزيادة الكبيرة بحال النقص الكبير لكثير من العناصر المعدنية بحيث كيعملوا على إحداث خلل في التوازن النسبي بين العناصر الغذائية، والزيادة في العناصر بحال نقص العناصر كتؤدي لظهور أعراض مرضية، وبالتالي فدراسة الزيادة المعدنية في التربة أو في النبات مهمة جدا. ومعروف بلي بالنسبة للعناصر المختلفة الموجودة في التربة كتأثر على النمو ديال الفلاحة، فالزيادة في بعض المغذيات المعدنية كتؤدي لنقص عناصر أخرى، وزيادة النيتروجين مثلا يمكن يؤدي لنقص المغنيسيوم أو الكالسيوم، كما أن زيادة النيتروجين أو الفوسفور كيتسبب في نقص البوتاسيوم، وزيادة البوتاسيوم يمكن يتسبب في نقص المغنيسيوم أو الكالسيوم، وكذلك زيادة المغنيسيوم أو الصوديوم يمكن تؤدي لنقص الكالسيوم. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فباش نستعملوا ونجحوا برنامج ديال التسميد بالعقل لازم نحتار ونتبعوا ربعا ديال المبادئ في استعمال الأسمدة. فالمبدأ الأول هو الانطلاق من تحاليل التربة ديال الأوراق باش نحدوا المصدر ديال الأسمدة ونوعها. المبدأ الثاني هو احترام الكميات الخاصة من كل نوع من الأسمدة في إطار البرنامج المتكامل ديال التغذية. أما بالنسبة للمبدأ الثالث فهو احترام الأوقات المناسبة لاستعمال كل سماد ومجموعة ديال الأسمدة المتجانسة. والمبدأ الرابع كيعتمد على احترام المكان والعمق المناسب فين نحطوا الأسمدة، سواء ديال سبق الأرض ولا ديال التغطية حسب نوع الفلاحة، واش في البور أو في السقوي، وكذلك طريقة ديال السقي، واش بالربطة أو بالتنقيض. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، لازمك تأخذ بعين الاعتبار زيادة على المبادئ الأربع اللي قدمنا لكم الموالمة بين أنواع ديال لاكري بيناتها باش تنجحوا البرنامج ديال الأسمدة وترفعوا من الإنتاجية والجودة ديال الفلاحة ديالكم. والله معين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.